ايه الاخبار يا حلو؟ عاملين ايه؟ ولا بيكم فيديو النهارده مقابل اسمه نبي. بص يا جماعه، هو انا لعبت كتير خلف الكواليس وعملت ابجريدز وحاجات هتفهموها دلوقتي، مش مهمه قوي ولكن مفيده فاوريها لكم. بس اللي خلاني ابدا تسجيل تاني قبل ما اخلص المهمه الجانبيه اللي هي بتاعت الكاستمرز وكده، اولا قربنا نخلصها فاحتمال نخلصها في الحلقه دي، بس ثانيا في حاجه غريبه بتحصل قدامي دلوقتي على الشاشه. ف بدات المنبه في عربيه بتطير، انا مش عارف ده ايه. شكرا. هي يعني هو كان عندي مشاكل فجبت بتاعت اليو اف او، فالعربيه دي بقت بتطير كده، فانا مش فاهم، فانا هسيبها كده. مش عارف بقى اصلا جواها كاستمر ولا لا يعني. بس على العموم فاضل لنا 35 كاستمر تقريبا. ونبقى خلصنا الكاستمرز كلهم. هو ده جه منين ده؟ ده يكون ده صاحب العربيه اللي بره. عربيتك بتطير يا وقعدت بقى اعمل بقى جرايندنج بقى فلوس وبتاع. يعني بص اصلا معايا دلوقتي فلوس قد ايه؟ والستوك شبه مكتمل ما عدا بس النضارات واللي اسمه ده والطقيات. الطقيات بتبيع بسرعه جدا بشكل غريب، فمش فاهم ليه كده. رتبت المكان زياده عشان كان عندي مشكله ان ما ينفعش اخش من الحته دي، فبقيت اقدر اخش منها خلاص. وفي نفس الوقت لحظه بس شيل دي، في نفس الوقت حطيت اللمبه دي هنا، حطيت اللمبتين دول عند البيانو، حسيت شكلهم حلو وحركت بتاعت المفاتيح حطيتها ورا هنا. ازيك يا اسطى عامل ايه؟ بقى عندنا ثلاثه بتوع بنزين ظبطتها دي، وحطيت بقى ديكوريشنز. شايفين الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده قبل كده، الاوبن دي مثلا والاوبن اللي فوق دي. اشتريت ديكوريشنز ما اعرفش، لقيتها رخيصه فاشتريت، قعدت اشتري. زودت الحمام بوث كمان، فبقى في حمام كمان، وزودت الجراج هنا واحده كمان. ماشي، بس دي الخلاصه. تريننج كارز. الو، ايه ده؟ العربيه لسه بتطير يا جماعه، ايه ده والله. بس فدي الخلاصه. دلوقتي ممكن نعمل ابجريد زي ما احنا عايزين في الحلقه دي، ممكن نعمل حاجه عايزينه الصراحه. بس بصوا اهو ده الحمام دلوقتي بقى كبير جدا، فاضل لنا بس اتنين حاجتين كمان، دول هيبقوا في ليفل، مش في ليفل، في ابجريد خمسه بتاع الجاز ستيشن. وبس دي الخلاصه. عجبني انا موضوع الكذا جاز ستيشن ده عشان بيجيب فلوس كتير على فكره. ماشي، فاضل لنا كاستمرز قليلين جدا، يمكن الحلقه الجايه ممكن بالكتير نبقى خلصنا الحوار ده. ايه تاني ايه تاني؟ بس كده. ايه ده انت جيت امتى؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت جيت امتى؟ اوكي، هو انا ليه حاسس الجراج واسع ولا العربيه دي صغيره ولا ايه؟ فين العربيه دي يا ابني؟ عندي مرايات، عندي عجل، عندي زيت، عندي بطاريات ولا لا؟ عندي بطاريات، عندي كل حاجه. فهي عايزه بطاريه اصلا، فخلينا نبدا بطاريه. سبحان الله، ما كانوش بيطلبوا بطاريات دلوقتي بيطلبوا بطاريات. انا عايز اعرف الناس دي بتوصل ازاي بالبطاريه وهي بايظه؟ يعني البطاريه فاضيه المفروض، يعني بيسوق بيها ازاي؟ معرفش. ماشي، ادي بطاريه. عايزه زيت؟ لا مش عايزه زيت. اوكي، عايزه مرايات؟ لا، عايزه تنظيف بالقلم. محتاجين اقلام، ولا انا مش اشتريت اقلام؟ انا مش عارف، استنى اتاكد. في واحد عايز فيول. كمان شفت حاجه، فاكرين حوار بريميوم بتاع الموظفين اللي هو تدفع لهم بريميوم؟ انا فهمت ده ايه، بتدفع لهم مقدما. بس هي دي فكره، فبعد كده هنبقى نعملها. يعني هي مفيده، يعني بتريحنا. ما خلينا نقول البت دي ستارت توكينج تراك ليست. بت اعملي فيول كارز يا بت، خليها تهتم بالبنزين. انا بعمل ايه؟ عايز اعمل كده. ماشي، فاضل بس العجل. انا بقيت اشتري عجل كتير ليه؟ لان العجل دلوقتي رخيص. يعني وانا بلعب العجل كان رخيص جدا، فقعدت اشتري عجل كتير الصراحه. قلت خلاص بقى، احنا بس انا نفسي دلوقتي يجي بص محتفلين، عشان بس ايه الواحد يعرف يخلص الاوبجيكتيف اللي وراه ويخلص. اوكي، العجله الاخيره اهي، ويرتاح يعني. بس سلسله جميله والله. اصلا حاسس ان السلسله دي هتكمل بعد شهر اكتوبر، يعني هي طولت قوي معايا في التسجيل. يعني مش عارف سجلت كام فيديو لغايه دلوقتي، يمكن 15 يمكن 14 ما اعرفش، بس كتير. اي خدمه ولا ايه؟ ماشي، هات العلم ده، ده بتاع دي. تعالوا نطلب اقلام. واحنا معانا كام عجله دلوقتي؟ لحظه واحده، هنطلب بطاريه زياده واربع عجلات زياده، بطاريتين زياده واربع عجلات زياده، عشان كده اتاكد من الاسعار. العجل رخيص، 1 2 3 4، 4 زياده. العجل بصوا دلوقتي سعرها كام يا جماعه؟ ارخص بكتير. تعالوا نشتري اثنين كمان. ماشي، احنا معانا فلوس كتير. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 اشتري. دفعت 1000 وشويه وانا مش متضايق، فاهمين؟ هي بقت كده والله. ماشي، دلوقتي بقى خلينا نشوف بقى ايه الابجريدز اللي ممكن نشتريها او الفيتشرز اللي ممكن نشتريها. اذرز، هنا ما فيش حاجه ممكن نجيبها جديده، هنا ما فيش حاجه ممكن نجيبها جديده، هنا ما فيش حاجه ممكن نجيبها جديده.
وبالنسبه للباص مفيش حاجه جديده. يعني بالنسبه للجاز ستيشنز كفيتشرز من بره دلوقتي ما ينفعش نعمل حاجه جديده خلاص. بالنسبه بقى للمكان اللي بنبيع فيه مفيش غير السجاير والالكهول، انا مش عايز الحاجات دي برضه. فاحنا نعمل ايه؟ برودكتس، اظن ان احنا محتاجين ايس كريم لو انا مش غلطان، هنجيب من رخيص، وعايزين كمان نظارات، هات من رخيص، وعايزين طقيات، هات من دول. في طقيات تحت كتير يا جماعه، ايه ده؟ ايه ده والله؟ معايا فلوس قد ايه؟ في مكان؟ في مكان ومعايا فلوس، اوكي. طلبنا 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 طلبنا. ماشي. امبلوي ستارت توكينج، ولا اروح ارتاح. جو اون بريك. وهدفع له، بص بقى هدفع له بريميوم، ها؟ اديته 200، شايفين نيجاتيف دي؟ فكده قشطه يعني، هو ممكن يشتغل بقى بعدين. ايه ده، انت ممكن يشتغل دلوقتي تاني. الو تراك ليست، كمل يا ريجستر. يا الله الله الله، حلو الحوار ده، حلو قوي الحوار ده. اوكي نروح ناخد بس الحاجات اللي اشتريناها. الواد الواد الدينيس دينيس جه في نص اللعبه سرق مني مجله، مجله واحده والله العظيم، جه سرق مجله ومشي، ما اعرفش ايه ده. لقيتهم بيقولوا لي سرق منك. ماشي اهو، هوب خلاص يا اسطى، تعالى دو يا اسطى، ماشي يا اسطى امشي، يلا روح بسرعه عشان في، هو في حد ماسك الفيول صح؟ اه في حد ماسك الفيول الحمد لله، تخضيت والله. بفكر امسك البيت الكاش ريجستر والواد الفيول. انا هعمل كده، انا هعمل كده، انا هعمل كده. ليه بقى؟ لان البنت اشطر في الكاش ريجستر والواد اشطر في الفيول، فخلي كل واحد يمسك دوره. بس نعمل كده بسرعه، بس ده ما يشتكيش. وبيشتكوا امتى؟ يعني اختفت خلاص دي، انا ما اعرفش الزباله راحت فين. بيشتكوا لما ولا انت فيول كارز. ماشي والبت امبلوي ستارت توكينج تراك ليست هاندل ذا ريجستر. يلا خليتهم يبدلوا ادوارهم بحيث ان كل واحد يجيب لنا فلوس اكتر باكبر نسبه ممكنه. ماشي عشان بنت كمان بتنجز في الكاش ريجستر، فاحنا ممكن نوصل للجول بتاعنا المره دي يعني لو خليناها تشتغل. نفسي بص يجي يا رب يا رب. ماشي ادي كيس اهو اتملى نرميه. انا طلعت بتوع ال اسمه ايه النفايات الصراحه، خليتهم يجوا ياخدوا مني الحاجات اللي عندي، شكله كتير قوي الصراحه يعني، ما كنتش ناقص. ده ايه ده؟ اه دي الحاجات اللي انا طلبتها. ماشي جاي 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 جاي. ارمي الباب. اه الباب ده مفتوح، ما اعرفش ازاي كده. خش. مرة فاتت الراجل ده عمل عندي جليتش، في جليتش عايز اجربه، مش جليتش، في حاجة اكتشفتها، انا ممكن اخش جوه العربية دي يا جماعة. فعايزين وهو بيمشي نخش جوه ونقفل علينا او لا نسيبها مفتوحة، نسيبها مفتوحة. بس عايزين نجرب بس. استنى بقى كده. والله دخلت جواها من شوية، استنى. اهو. هيحصل ايه بقى لو هو مشي وانا جواها؟ مش هيمشي ولا ايه؟ هو ماشي اهو. هيحصل ايه بقى؟ يعني هيوديني لغايه فين؟ ولا بلاش استهبل؟ بلاش استهبل صح؟ بلاش استهبل، بلاش استهبل. كنت عايز صراحه اشوف بكره يوصلني لفين، بس لا بلاش بلاش بلاش. في واحد في الجراج عايزين نروح له، بس الاول نملى بس الاستوك اللي هنا. ماشي احنا جبنا ايه؟ احنا جبنا طيات. ماشي بص بقى شايفين طيات؟ اه ده احنا بنجيب طاقيه من كل نوع طاقيه واحده عشان كده، عشان كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ايه ده؟ مش عايز اعمل كده. او ماي جاد، ايه القرف؟ الله اكبر على الرزق، الله اكبر على الرزق، الله اكبر على الرزق، الله اكبر على الرزق. الباص جه. ماشي انا بس بحاول احط نظارات مكانها بس عشان دول يشتروها. حط حط نظارات، حط نظارات، حط نظارات، حط نظارات. مش محتاجين نظارات ابدا. اوكي محتاجين نملى كل حاجه بسرعه بس. حط ايس كريم، حط ايس كريم، حط ايس كريم، حط ايس كريم. عندنا حاجه هنا؟ مفيش. عندنا جرانين او حاجه؟ حط كله، حط كله، حط كله. عندنا منتجات؟ ما عندناش منتجات. اسمه ايه ده؟ ما عندناش منتجات اهتمام بالسيارات. اوكي خش خش خش. منورين منورين حفله، منورين حفله، منورين منورين، قصدي مش الحفله. ايه ده؟ ايه ده؟ النيل على السمك وسنينه، ارميها في الزباله دي، مش هنقذها خلاص. هادي بسرعه. راحت فين؟ هي الزباله بتروح مني فين والله؟ هادي. ماشي ارميها هنا. فيول ستاتس لو، يا نهار ابيض على الفيول ستاتس. وكمان ماشي ديليفري،
فيول سبلاي 500 اوردر، جبت اعلى نسبه ممكن اجيبها بنزين او اعلى يعني كميه ممكن اجيبها بنزين، بس خلاص ما حدش عندي حاجه. انا دلوقتي 228 شخص. حلو حلو، ان شاء الله يجي منهم ان شاء الله. مع العلم ان هم لسه اصلا ما بدعوش. حط دول كلهم، حط دول كلهم، حط البطاريات اللي عندي كلها، حط الزيت كله. اوكي اول حاجه علم معانا كتير جدا، خلاص هنعمل كده. انا حاسس ان احنا بقينا كبزنس خلاص بننجح يعني، يعني عاملين بنكبر في البيزنس ومش محتاجين فلوس خالص. بس الفكره في التشالنجات، هي التشالنجات ممله شويه. يس مش عارف انا اقفل اللعبه دي امتى الصراحه. خلاص صح، اي خدمه يا استاذه، اي خدمه يا استاذي. البت ماسكه الكاش ريجستر صح؟ العبيد لسه بتطير يا جماعه. ده ايه ده والله، شكلها تبقى معانا في القناه خلاص كده. اوكي هي شغاله هي زي الفل، عايزه فلوس فهنديها 200 ماشي، نسخنها كده. بصوا خلاص بقى الجهاز كمل شغل. استمر 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 يا تشارلز، ما يهمكيش برنسيسه والله. طيب المشكله في الناس دي هي بتوسخ المكان جامد عشان بتقعد ترقص، هتلاقوا الخطوات في كل حته. فاحنا هدفنا حاليا ننظف وراهم، عشان لو تبص فوق على الشمال هتلاقي الدنيا كانت متقذره خالص. مش عارف ايه متقذره دي، بس هي كلمه تقريبا يعني. ماشي فعايزين نلحق نفسنا كده ايه وننظف الدنيا. المشكله ان دول هيخلصوا لي الستوك بجد، هيخلصوه خالص، فهضطر اشتري حاجات جديده. شيل دي شيل دي شيل دي شيل دي. في زباله تانيه هنا ولا هنا؟ ماشي هات دي بسرعه. هي الزباله تروح مني فين؟ والله بمسكها بتطير. هات دي يا عم، ارميها هنا، امسك. يلا يس يلا. هو انا خدت منه بنزين؟ ايه خدته تصدقوا؟ ازاي؟ هو انا هو انا جيت قلت له سلم؟ لحظة كده اشوف معايا بنزين قد ايه؟ معايا بنزين كتير والله. ايه ده ايه الكلام ده؟ هو الواد فين؟ الواد مشي ولا ايه؟ الواد تقريبا مشي عشان ما كانش في مكان، ما كانش في بنزين تقريبا. تقريبا والله اعلم. مدى خلاص فاضل لنا 12 كاستمر بس، وفي منهم سبعه هنا يعني، فقشط احنا تمام. طيب نظارات، حط نظارات. طيات معيش دلوقتي، لازم نشتري برودكتس كتير قوي. ايه ده ده في حاجات ناقصه. اوكي في اكل ناقص كمان، تمام. لا ده احنا بعد الحفله دي لازم نقفل المحل وناخد انفنتوري. والله العظيم بجد ناخد انفنتوري ونعرف احنا ناقصنا ايه بقى ونجيبه من الاخر. بس انقاص بس اللي بيحصل ده. يلا معانا 584. عايز ايه؟ زيت وعجله. اوكي هات ده هات ده، قلت له زيت. ماشي فاضل 9 كاستمرز بس. طب والله ايش. ماشي وعجله حاضر اهي. جميل 242 كاستمر خلصوا. جميل جدا جدا جدا. احنا في اليوم ال 21 على فكره من فتح البنزينه. في تابه كده كنت عايز ابص عليها، ما بصيتش عليها ولا مره لغايه دلوقتي. استنى كده هدي الا وهي بتاعت اللون، ما بصيناش عليها تاني. كرنت لون، انا مش واخد منه فلوس، مش محتاج منه فلوس والله. طب والله كويس. هل اقدر اشتري تريلر تاني دلوقتي؟ اقدر اقدر اجيب واحد تاني يشتغل عندي. نعملها الموظف الثالث. يلا والله الموظف التالت هاير. اوكي عندنا ماريا وعندنا البت دي. البت دي اغلى حاجه صغيره في التصليحات، فمش هنخليها تصلح. بس غير كده بتعرف تنظف كويس، بتعرف تفيول كويس، بتعرف تكاش ريجستر كويس، فهي كويسه. يلا عندنا موظفه جديده يا جماعه، وممكن نعمل ابجريد كمان لو عايزين ونجيب موظف كمان. بس قشطه كده معانا موظف جديد. ماشي طيب انا مش عارف الواد ابن الذين ده ما بيشتغلش ليه، بس انا بعد كده همسكه الجراج وهمسك البت الفيول ونقعد بقى ايه ندفع لهم فلوسهم اول باول، فيبقوا مبسوطين اول باول، واحنا نركز بقى في المستودع نفسه. فاهمين؟ فاضل 2 كاستمرز عامه. خلاص بنخلص الكاستمرز وبعد كده نضطر نقفل المحل ونركز في الانفنتوري والتنظيف والحاجات دي يعني.
عايزين كل حاجة تبقى زي الفل. ماشي. شيل دي. شيل الباسكت ده بتاع ده والبتاع ده، هات ده معانا. ارميه هنا دنك. ماشي. فاضل كاستمر واحد، اشتري انا طيب. فاضل كاستمر واحد والله. كاستمر ات جراج، جاي لك. جاي لك. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت بتيجي كتير صح؟ العربية دي انا عارفها والله. عايزة كابوتشية. كابوتشية. ماشي. اهو. اهو. اخر كاستمر وصل يا جماعة. اخر كاستمر وصل يا جماعة. بس خلاص. ماشي بسم الله. تاسك كومبليت. ابجريد كاس ستيشن تو ليفل 5 يا جدعان اخيرا. تعالى يا اسطى تعالى خد بنزينك ويلا عشان تمشي. يلا. يلا يلا انجز. انجزي انجزي انجزي. هنقفل المحل بعد البت دي. مش هيهمنا حد تاني دلوقتي. يلا. يلا حضرتك يا فندم ما تقرفناش. هوب بس كده. هتعمل بنزين ولا هتعمل ايه؟ بنزين بنزين غالي الصراحه يعني نعمله لو نقدر. استنى انجز 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 على ما يتخلص الكاستمر في الجاش ريجستر ده. يلا يلا تعالى يا اسطى تعالى تعالى من غير ما اتكلك. والله العظيم اقفل والله اقفل وتقعد من غير بنزين بقى. حاول توصل لمحطه، ما فيش محطه تانيه هنا. شعرك ده يلا. ايوه بس باي. اوكي خلاص. لا خلاص. لا لا خلاص 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 خلاص. هوبا وقفلنا المحل. تعال بقى نروح نقول للبت روح شوفي حالك. ماشي ايه ده؟ ايه ده دول لسه هنا. طيب نسيبهم يخلصوا بعد كده نقول لها تروح تشوف حالها. نكون احنا وضحنا المكان شويه. ماشي هنحتاج نشتري حاجات كتير قوي يا جماعه. يا لهوي دي كانت مليانه اول ما بدات الحلقه والله العظيم كانت مليانه على الاخر. يلا يا تشارلت. طب خلينا نبص على الموظفين بتوعي بس كده. يوان انزامو ليه عندي فلوس؟ اه ليه عندي فلوس يعني خليه بعدين هدفع له 200 وهدفع يعني هدفع لهم هم 3 200 بعد ما نيجي نبدا تاني. واللي هو ايه؟ لا الاول اخليهم يشتغلوا عادي بعد كده اروح ادفع لهم 200 فاهمين؟ واللي هو ايه بقى؟ يلا بقى شوفوا شوفوا شغلكم. يلا حبيبتي اسمه ذا جو اون بريك. يلا يلا تشارلت. يلا ماشي خلصنا كده التاسكات اللي معانا. ماشي الناس بتمشي. المحطه بتاعتنا كبيره جدا وجميله جدا. ودلوقتي هنابجريد لليفل 5 جاس ستيشن ليفل 5. ماشي فبسم الله الرحمن الرحيم. ليفل ريكوايرمنت 1500. الف سلندا محتاجين فلوس. الف سلندا والله محتاجين فلوس محتاجين فلوس فلوس. يبقى مش هنعملها المره دي بس على الاقل خلصنا التاسك. هي هتتعمل المره الجايه. ليه مش هنعملها المره دي؟ عشان محتاجين بقى نريستوك الحاجات دي كلها. انا عايز اريستوك كل الحاجات دي. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا سكيتلز وبوب كورن كتير فعايزين كل حاجه ثانيه. ماشي بالنسبه للايس كريم عندنا من البني والبنفسجي. اوكي ايس كريم بني وبنفسجي. سكيتلز ايس كريم بني وبنفسجي عندنا وبوب كورن وسكيتلز عندنا. فلاحظ بقى كده ديليفري برودكت. اول حاجه مشاريب كلها. ماشي تاني حاجه سناكس كله ما عدا الفشار والسكيتلز. تالت حاجه ايس كريم كله ما عدا البني والبنفسجي صح تقريبا. لغايه دلوقتي قد ايه؟ لغايه دلوقتي اكتر من المستودع. تفضل احنا لازم نعملها على مراحل. لازم نريستوك على مراحل يا جماعه. طب تعالوا نشيل الايس كريم كله. تمام تعالوا نشيل كل حاجه ونركز على حاجه حاجه يعني نعمل حاجه حاجه. اوكي اول حاجه تعالوا نعمل الايس كريم والمشاريب. سوري المشاريب وال اسمه ايه ده؟ ادي المشاريب. ماشي واللي ناقصنا من السناكس اللي هي دي ودي ودي ودي. ايه الكلام؟ 378 محتاجين نكبر المستودع على فكره. محتاجين نكبر المستودع ضروري. طب هنسيب المشروب البنفسجي. ايه ده برضه ما ينفعش. المشروب البنفسجي ودكتور بيبر. يلا. اوكي.
انا استنى الشحنه تيجي. المشروب البنفسجي دكتور بيبر ما حطيناش دلوقتي اوكي، فهنعملها بعدين. ماشي، هنستوك كل حاجه وبحيث ان احنا نعمل بقى فلوس. ومن الفلوس هي الحاجات دي بتروح فين؟ والله بمسك الزباله بتختفي. ايه ده؟ هننظف المكان، نضف لي الباثروم ده. منبه بيرن. اوكي بص بص بص، انا هعمل ايه؟ انا هجيب كل حاجه ممكن، يعني هستوك المكان كله ماشي، هجيب كل الاكل اللي ممكن اجيبه، كل المشاريب، كل النظارات اللي ممكن احطها. اعتقد النظارات مش هجيب، النظارات مش هجيب عشان عندنا كتير قوي. انا مش عارف في نظارات طايره اصلا. ماشي، لازم اجيب جرايد، لازم اجيب منتجات العربيات، لازم اجيب ايس كريم. ما اعرفش اصلا فلوس هتكفي ولا لا، اظن مش هتكفي كلها، فهحاول اشوف يعني، هحاول افهم يعني اتصرف. فعلى العموم يعني دي حلقه النهارده، على الاقل خلصت السايد تاسك وشفنا عربيه بتطير ووريتكم الابجريدز اللي حصلت. فانا خلف الكواليس المره دي كل اللي هعمله ان انا هستوك بس، يعني هطلب حاجه واستنى عربيه توصل، هطلب حاجه استنى عربيه توصل، وهكذا. وهقعد جرايند لغايه ما املى المكان كله، وبعد كده بقى يبقى معانا يعني الحلقه اللي بعدها نعمل الفلوس بتاعه الشراء او الابجريد بس، ونشوف بقى نعمل ايه تاني. خلينا بس نحط الاستوك ده هنا. وانا عندي ايه في الاستوك طيب؟ يعني انا مش فاهم الصناديق دي كلها صناديق ايه؟ عايز ابجريد الوير هاوس والله، عشان لما اجي اطلب بعد كده اعرف اطلب كتير. انا اول ما كنتش فاهم هحتاجه في ايه، دلوقتي فهمت. يلا يا اسطى خلاص، ده لالدو يا ابن اللذينه. الواد ده هو اللي عامل الجليتش المره اللي فاتت. اه الحمد لله، اصل الواد ده هو اللي عامل الجليتش المره اللي فاتت والله. طيب انا قافل حالي هنا، فاتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك، تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وانا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. و لاف يو اول، سلام يا